إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد عصر كوحو كبير أما يا كتابك العربية بين يديك جزك صدحات حاشدة صدح بغولي صدح يا صدر استيعاب ومعناها قود أول فهمه تدريب واحد الليل اسكا كوبات ترتب اسكوها قاج الافكار التلوينك التالية صوص عطا حسب ورودها سيدا وقصو أرارت وقرنيت في النص هذا الكائن صومرني اها يعني قصدي وصية أبن وهي النص اللي وشي هذا الكائن تا كقرن أمارتي فافاسنا الأفكار أفكار تواتن الأفكار مرتبة يضعها بيسرنا هل كانت كوري دونتا شؤون البيت الرمها قريقة يقويسكو كل هذا ما أنتوت من مسؤولية الزوجة وهي كمدهين حلك أي قبرد وهيسي كمدهين قريقة الرميسة وحالة حريرة بعض الشابات حبلها قشانتمها ايدا اغير اولي لقوسن قاركود لديهن اكتود وحيالة مفاهيم اراغتئي فكر خاطئة قلدن بيك هايستان عن الزواج قوركا حبلها قاربا سقل دنو فهمو راحة ايدا الحيسي وحا مورية وحا نماهي وحولي مسؤولية اي حل عرص والله حنباري جيم الزوج ننكا خيرك له يرضى وحرها لكيهي oo ogolaadada inta ku qasabta kharijil bayt markuu guriga ka maqan yahay bima la yarda wax aanu raali ka ahayn bi sheyga fil bayt guriga markuu joogo wax aanu ogoleyn buu ogolaada markuu guriga ka maqan yahay xaq cuntada iyo xaq nadaafada iyo waxyaabo badan oo waxa jira markuu gurigiisa ka maqan yahay waa aqbalo oo markaa gurigiisa aanu aqbalin da la buu waa laga maarmaan mana takayufi in la la qabsado takayuf la qabsi يو تربية النفس نفت إن لغو عربيو على الحياة الجديدة نرشع الصب قورك إن لغب صدا والغم مارمان ها الزواج قورك مسؤولية واحد تبدو واحد كبير عبانتا بشريك الحياة قفك نرشع كلو ذاقية هادي عطاين لنا يعني هو حاس كاك هادي قبرت هاي دوا ننكيدا وتنتهي واحد كنا ما كان مسؤولية داسي بل أمتي أمضى أردن بيقادة أواحل أمضى أردن مركز جنبا قادويا واو لا تتحقق سعادة ليبانت مصر تقشى من الرمود من خلال الأمور التافهة الرماها يريد يسكفضت الضمر قد يجرى يكو حضاقان أما يتعليهين لحدود خلال ويضل الصمر مصر نحمرته ليبانت يقوش حق قوركو وحيابها فوضى دبلكو اي حيسيان وقولي قولي 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 قروح بضاني وحيابها ليبانتا يلا دنانتا قولك واناكسين هل كاكا ما صوبحو وقا صوبحا لابد قفو اسفهما اخلاقنا كل اسما يعني اسامنا دي كالصوني كالقعالي والالنمو اسكاشي وحوضا قبسي ياشا اي هرتكا صوبحا دا دوانا وحان مركاسي وضا سمايستان وضا استانيو اي مارتي دبلك قاركو في كريان زاي بيت الأبي قرية أبها أيرنتو أيكونوا شهي لا قيود فيه واحد دبره دبره كل حد يمشي على البنات هبلها دبر رقم حلو والله ما سيتيه دنتو دلقة ما سيتيه يعني حد يلا أدبني حتى والله إلى علنا يو وواحد دنتو دو أم الله يو يشرفتو دي كلامه دولا دوري لكن عقاب لو قط رجلا شيء الله كله ويلي قعد دي بيا لقدم عي ما شرتو وصيله إلى علنا هي هدي حتى waxa iyadu ay dhibsanaysaa ay jiraan waa wax maslahadeeda ah oo ay ogaan doonto qolka dambe ee danteeda ahayd tadriib taani leeliska labaad waa im isku habee isku hagaaji bayd al-uwani
هل كنجة كوية لا في ألف ليس كألف أو الفقرة تدعى وأنت تسكح لنا هذا الكا في بقى كوية لا أو نمبر كيوم بقى كوية لا حاجة مارت تدعى هذا كسو صار هي مملكة يعني مها عوان كان هلكو كذي كرو فقرة دو كتره متكوبات با متلبات با متصدحات با متأفراد با متسنات با متلحات با متتطبات با متتطبات با هذو كوبنا تطبع يعني هي مارتي فقرة نص كي هذا كان صوشة يعني تكوشر تشيك بالغوليه مها عوان كي مملكة الزوجة بقرتو يدا هيساتو كبردو سو قري كي دماها أريقاس مو كتره متكوبات با هيد متلبات با هيد بالغوليه أبو مركع علامات تيكوشتو ويبا دروس عشر رو لقبرنا يوكا صوبحا من حوادث الطلاق دعادوين كأه فرين كفرها بضن إذا حمرتنا يريس كورسانيسا تدعو كتري هل كيها تفقردو أيضا لقويدين يا الزواج جيم الزواج والمسؤولية تنوح ويهي قورك إيا حلك قوفك يعنيه كسارا قورك قوفك حلك كسارا قف يعني جورك حلك كسارا تنوحوي دال اهتمامات تافهة تافهة وهي أبا أي دنيان كوند داران يعني دمر كأكرة أو إسكفدت والمعنوين بق أنكو فدين ها الحرية والقيد حرية هو مضح بناني يو القيد الدمر يقف قلقوها يعني حكمين أنا مرتي أحر أهين أركتيس أما هولها ودوني واو سرورك في يد زوجتك فرحات داد واحد كشرتا كعنت حاس كذا يعني يدنا الجيل كشرتا حتى إن أري وسيريس أو قرية هي معها لكن معنا أهان الجيل كشرتي يعني إن فرحات دو كشرتو كبرنا كعنتي ده أو أي أو قبل كرتن لك فرحات يو وناك فربضن ينور راحة راحة ما حكيت مع ده قلبك معها حتى شركة أو قرة راحة وين واحد قلبك زي الزواج كور كأيو ومشكلات الحياة لباتوين كنرسو أيليد هاي سيدي دبا استيعاب ومعنى قود ومعنى قود اللي فهموه مفردات إيه أريه وتعبيراتهم إيه عرس يدن الله أبو ريو أولا الاستيعاب هرتبالكو ريه اللي فهموه أو سؤال لقاوه يديو عشر كيب بلينات فهم سنتهي وهذا معنى سيكرة تيين كلي تدريب واحد ضع علامة صواب علامة صحبة كقر أو خطأ متى خطأ كقر أما قالت ثم صحح الخطأ خطأ عبد الله نصح الصواب الحق يقول دونتا يقول يتبادلوا يتناولوا هذا النص هذا الكائن كسر الشيكيني وحق قادر يوحن بارثني هي نصائح واروين يتلوين من أب أبه أبكين أيو لا تريني لابنته إنتيس تزواسة اثنين تقف مسؤولية الزواج واحد يستاكتا مسؤولية يعنيه واحد تاجن تاي مسؤولية جوركو عند الاهتمام إنه قفوا كده داره بشؤون الأسرة الرماح قويسك إنه كده داره الجازي تاجن تاي يعني حل كيد كودهان إنه كده داره وهي يعني يحطى مجتمع يبرز دور نبا ثلاثة كثير من الفتيات إن بضنها بلاها كم ذي يتزوجن واحد أجور سدان تخلصن يوقف كان يساء وقف كذا وغنفر بضان وغسيبتان محايث كسيمانيان من قيود آبائهن تبرهد آبهود أي كح آبيايشود أي كحر أيام إنا كبحان أربعة تكون الفتاتة وحيها طائنان تدعى ذيالي أكثر حرية من حرية بضان قوهيستة في بيتها قريد وكآبهيلة منها إن أنت حقيلة وحرية ذو بضان طاي في بيت أبيها عفوا تكون الفتاتة إن أنت وحي نقطها أكثر حرية من حرية بضن قهيستة في بيتها قريدة منها إن أنت حقيدة في بيت أبيها قريدة أبهد هي قريدة حرية بضن قهيستة وعن سوام الرأي إن حرية قريدة أبهد وبنيها وطاسي أقلتها سوالتها وحي أقليسا من مامولي أو مسؤولية أخي هي حول بضن أو عصب أو حرية وحكا من إن وقتها شو إن وقتها شاكو أتكاري سبا مدى لبعض ثلاثة يدين وسبب حدا لولو وريقيا ونكا كاكا أمر أدك أبيه دي غير كود مركا حرية دي كوهي ستي قولي قودة وحلقا يابا إني آدو غيراتو تاي كوهي ستي قولي
يعني نعيد قاركود نعول بماهر نعيد قاركود تكون الفت معظم شؤون البيت قريقة أرميسة انت بضان اغدا معظم شؤون البيت قريقة أرميسة انت بضاني من مسؤولية زوجتي واحلك حافك ايه قمرده وارهم انت بضان هاوش قريقة ايه سعوتيسة ستة الزواج قوركو عمرو ما شقو مستمر توقتا وانا سشرحين ويهيات ايه واحتمال ان دوش اللورتو لورات كيستو لمشكلات حياتي حولها يدي باتيك النرش سبعة يجب وحا واجبا ان تهتم اني كود داشو الزوجة حاسكو بنفسها نفتيدا اكثر ان كفر بضن من اهتمامها لذلك اي سينيسو بشؤون البيت ارمها قريا تاسوا قلت نفتيدا كود داشا ماها قريا ارميز اعطي عروطة تهدي نكا تهدي دقالات تهدي يعني حلك كسارا قريا ايها كبضا كنفتيدا كسارا تدريب تاني ليلس كالباد أجيبك الجواب باختصار سيكوبان وغا الجواب عما يلي باختصار عما يلي سيكوبان وانفع فاهم بضان الهين وغا الجواب واحد متى قدم الأب نسائحة لابنته قرمو أبوه أسوه قد بيه صانهر ديجي إن انتي تلويك أسيني وعند الزواج مركي قرسين سبيحي اثنين ما دور تربيتي ومحيك هالنت أقول لها هاي كورنتا اي مارك عربنتا المنزلية تقولي قال أبو صوصي المها في الأمة أمة الحديدة دور عظيم ويان هو هو يقف بالله صوصاريا أمة قيمة كله وهو جامية أو هرمودة أو هالأبور له أو صوصار له تبغى نو أمة دوار له شيء ويلي يكبر بقى ثلاثة هذه سوى ناس الله صطر بيو ثلاثة هل يقفوا بوحي تاجيهم كل الآراء أبياش لما أنتود مع مصالح بناتهم هبل هودا دنتو دمي قرب تاغيهن او قرب يقاشان مويهن ومالدسان دنتو دمالدسان انتا فق اوضمي يو سعادتهن هبلوها ايدالين ليبانتو دمك شغيهن ها بضن ابا وحك شغيهن انتا بضن الي هبلوها دنتو دمك شغيهن مربر دنتا هبلها آن لغا شغيهن ايا يقول شرته او لغو دنيستو سو مي شري شرين انو يلاهدو انتونين كغا حول قاتو من جبوبي أو حوله وإلى هذا وحنا هينا عيلة عروت أن تنو قلايا وهذا الله إدمه يسس العذية ذي أو ذي قاسي أنكو مارتي أنكو عاميني عروت كرجي إلى لقى قاضيه أنكو كرينا المربى لقى يا با إن دنتي دي ميلا قد عيلة كرتها لكن بطن أبا أبي أشوف حش عليهم إن أنتو إن أنت هدرين هبلا هدر دنتو ديش علي هقول أسبوع بيد معها لكن رجع بدك يس وها هو أربعة ما عدد الساعات وما هي ساعاتها تردودة التي ساعاتها تعملها أي شقيس المرة تقبضه الناجحة تقولي ستا في بيتها قريد انت لا بك شقيسة دورية 8 ساعات وانا شقيسة وانت نستطعنا أي مارتي مركي دورية 8 ساعات شقيستين نقطة زوجة ناجحة وصو صاري كرتدد ونسي كرتا وكيني كرتدد وحتر لي ماها كبر مارسة صغيرة أقلوا مال مارته لا فيوتا تو حصل صار كذا سماها إما كنا يكون إما كشان ده قاتي إما رئيسنا يا مارته مراح في لدها أيو هو ده لا ده أيو هو أسيء وعهرم كورين كران حاصل ما نكون كران وحنا ما نسي كران شغل ودي بدنا هينو هيان كيف يجي ده ما بس سلب ما تدي كرتوا ما يلا نسن كرتبا ما يلا أبا إلما كورين كرتبا ما يلا أبا كوا أتكان سعين الجوري كسر توسطو إنت أسوه هذانا قبل خورده waa ku adag tahay la dan kibo ka guureysaaba seesad dowlad toban saacad meey fadhi kartaa horta guri oo shaqo ma ku jiri kartaa guri macnaba uma sameeyneyso inaad khudbadeeyso seminar ka hadasho tv iska daawato waxaas ay doonaysaa oo meel ha meelaysato oo shidad garab ka gashato oo kulba meel de waxaas isma qabanayaan ma yasiir shaqadeediba ma suuro gali kartaa in caruur dhashaamo ku adkaan sa gabigeed oo ay kulin kartaa أعطى وحسي الكاتب قراءة قصدا قرأي الزوجة كبدا أربع وزارات أفر وزارة دود بوسي ما هي محايا هاين وكفرها كبدا وحوي ووزير مالية آيات هاي ومارتي لقاله أيضا الله معمول سننكي ووزير وحوي الداخلية وأمنك عرطي يقولك إيو
يا قال من أذيع بق يدا كم سورة وزيرة التعب وزيرة التربية والتعليم ويان وحبريد يتربين يعربين أنت بق كوا صورا أي كم لها وزارة لها أهيسو مارتي ولي بواهم أو هلا يا هذا قراعي قرة قرة هول بدن قراعي سبده وما هي تام عنيدو مرك أضل قرة يه لنو جوي النو قارة هذه جيرنك جوية أوضة أيها أقاطن وحبنا قوانيه عما قوانيه قاس كذن تني ولا بقول بوب كره نك دكت وردة أي دكت مروحه أي دكت كوك قاطة تسكا نك هسهر هول بدن لكن واحد سبده نك قراعية قراعية قرة قرة هول بدن قراعي سبده رجع سبدهين وحضبتان قواش هذا طفت أهي تمر كهرت هيا أصل كذا إن هذا هو النوع تيمود تمر كهرت ما أنت نلوسين وياك ترسن دكيمي باصوصار تقارن تا كورين تا كارين جلين تا رجوا أنت بدن وافلا مير با فالله روح معنو حساب سين هيبا هو أنت هو يبني هو بس كأبد مر كأكده هل كانوا كذا سنة واحد تمر كأصل كذا لكن ما هيستان رجوا سده ويقف باصوصار يا إما كأكده عقد يميز كان يوحنا وام هاي ووحنا رش اللي وقالوا لكن ها وحلو قف قاف صار صاره قف هي قعدت وهاي من هذا كها لأن رشن ماريني يودك وح كده جي يا كوريني يا كري قالين كنا يا أفبري يا علم جبري يا عربنا يا أبون تواركها وغير قف هي صار صاره هي صار صارت مركه هي ده مهمة أسر كده أسر هي ده مهم هذا هو يوم كسنة كان وصعته وصعته حتى ترن كنا ما ترن كنا مسروبين يتفرت ويراني سا اللي هو يشوف سن سو أو الم طلع سو أو ميل فريسة سو بير نقول سامي شرتي هو بس ترك عادي به وقف با مارس كورة ليا أو ما دبدهم هو الله عيو دبدهم الم كل سين أيو سوق لميرون أو كل يران أيو دم مسروبين سي لأن رأسه أيبك هيكون صعدان دمر بس عنيسة وعوي أنا سرك دكتا أو بيرك هو فريسة تا سيد جاك تدي ويروح كل سنة دوني يا مدة أفرت صناعة أنا أقرب قصة قين هدي واحد ليس سدي هدي أي واحد قبنا يسوع توان سيدا أسر كده كسر نقطة هذه كسر رأي يوروبا نقولنا يانون وأكون رأي يوروب ترى قوي واحد ترى قوي واحد كلامها تقولي هو فريسة بوي ده تيجي عاد بيتكو فريسة وين بيحد الله عيسى وام مايا نوع هذا كك عاد وقول ما يانون بركة تمار ما برد على سبا ساسو من قنسام مهمة دبركة هو يدو أساسية ملوش waxa markaa wuxuu yiri afar wasaarood bay dhahaysaa waxa aan sheegina ay kamid yihiin ma sababu maxaa u sababa fi kasrati hawadith talaq ina in badan dhacdooyin furriin ah ay ka dhacaan dhalinyaro isguursanaysa imka waqtiyan dambe kama yaral kaatiba soo arkayo oo arkaya hablaha yaray la guursanay qalad ka fahamsan markii hore guurka oo aan ugu soo tala gelin inaga barigi hore inantu waxa loo sameen jiray aqalkay si sameysan jirtay xariirtay si duuban jirtay waxa loo sii carbin jiray qaabka guriga loo maamulo sanin loo dhaqo si eh loo dhaqo si wad loo dhaqo si carto loogu heeso wax boqol arimo iyo loo haysatay guriga jirtay emaka waxa moodaysaa in raaxo galiso dabadeed oo ku doon xisaaba nolosha gabigeediba dabadeed oo fardada fardad oo waxa filanaysay weydi ayay ka soo boodaysaa faafka guriga dabadeedna way warqadeedii ma doonayaan boonaysa ilaa waxaan filanayba ku soo talagashay wax aan filayn bay wax ay filaysay wax aanay wax ay filaysay bay ka weeydi meesha dadna waxaan filayn baa kala kulmaya dadna ma xamili karto noos hadii si qaldan qof ku fahmo marka horeba ma maareen karo maada ay tawaqcu zawju min zawjati ninkum muxuu ka sugaya xaasisa taad uudatihi marku ka soo noqdo min amali shaqada isagoo daalan wuxuu ka sugaya gabadh iyadoo dhoola cadeynaysa soo dhaweysa kalmado walaagsan tirada oo kabaha ka bixisa oo cunto diyaara siisa oo dul taagnaata inta wax cunayo oo u qabowsa cuntada u googoysa way ku yartahay dhaqanka Soomaalida laakiin dhaqamada umadaha kale way ku badan tahay aan gaar ahaan carabta iyo sida taasu ku sugeeyo tooday uu kula tirinay degabadhii sulaha saakeen markii horeysa keefa yumkin say ugu suuragali karta dhalmarti gabadha aan tu qasireen soo koobto min umru zawj umriga ninkeeda ma soo gaabin karta waqila waxa way ku soo gaabin karta haddii caano iyo jumcabuus iyo miciye dhaale run ku soo saarto kor walba oo isas iyo naxdi ku abuurto sidiisu u taqaaqufayaada haduu si noolaadana soo qalfoofu si noolanaya oo waxba tareynin walaalada saaxu fi raayka saxma kula tahay arinta yaani dareenkiisu oo dhan jirka maxaa dhisaya dareenka iyo maartay nafsaaniyada ay qofka wax ka dhigta
dadna boqol cudur baa ku dhufanaya qofkii dadna aan ridid baa ku dhacayba marku caray iyo ciil kaan biba ka bixiway ee daa ku noqoto balaay yalla ayay iga furay buu niyi ku wareeray ee lugta kaga maranto ay kugu bashiisato hadana aan walba kugu dhufato dawo wareeriya qof dadna la soo cid buu gelisay iska ma sii deen karo waatan isku martay kayfa yumkin say suurtagal u tahay ilmarati gabadhu أن تضيل أن دهريسو من عمر الزوج نينك قضاء عمره يسمى دهرين كرتا ولا هذا صحة في رأيك صحة مقولاتها أدقين دهرين كرتو أهل عمره يقولون دهر هذا والغي أبين هبين كدري كرين لكن فائدة كسمين كرتا قف نين عافمات قضاء عمره يسمى حقوق قبصة وحوق لأمت التمرية ووح بضان قبصة كرا أي سمين كرتا هذي سفع عن عمتي سوه قاجسو هذا الكرقة وحالة هذا الكي هم قرقة هذي لوه قاجسيو هو ناسنا هذا انت بضان رقو وهذا الكي هنغوري هدي هنغوري وناسن وعنتو وناسن لسيو وهذا وناسن ليلاهو وقوغل واسن لوغ لوغلو ووري يور كلغي لاليو نيكاسو حلقة يابينو مدبطن تماريو حتى هدانو نوشيسا سيبطن نمبا وانا صور تقل إلا وارت انتو عافمات كنو ولاهو انو ان بطن او انت بنا آدن قارا وقو بطن انو قارنا ومعقول وحلقة ياب كرماها كيف تتحقق عادة الزوجية في الرأي الكاتب say ku suurtagal kartaa guur nolol guurka iyo ka dhaxaysa haaska iyo qoyska oo liibaan iyo ladnaan ku dhisan waa markii isfahmaan labada qof isqaba isla markaana ay akhlaaq isla yimaadaan iyo diin iyo amaano iyo maarta aragti diin ku dhisan wax badan baa u suureen haday wax badan haystaan iyo haday haystaan waxa la saacadadu ku xubay gali kartaa qasrina waa lagu way kara kuu kuma halay lahaa mutulaha soomaadare madaxa dhuban ee beelaha ay laga dhaxsameeyo ku qaar ku jira saacado kun oo la kara oo isjacayl iyo walaalnimo iyo istaafum qaar qasir ku jiraana waxa kala gali karaan ciriiri ay isu soo gali karaan oo maqsi isku xiro oo ay ka dhax ooyaan hadii nolosha soo dhumaato marka ma aha meelaha la galiyay waa qalbiyada la sameeyay tani mufradaat iyo tacbiiraat erayada eray gaargaar ah iyo hal abuur ayaa halkan aan ka bilaabnay tadriib waahid haati ka keen minna si hadalkeen soo marnay ee ahaa wasiyatu abil li ibnatihi jamaa kulli kalimatin kalimad kasta jamaceed uu ku qoray ka doonadu oo min al kalimati lati tahtaha khat kalimada xariiq al hoos mari halka ku qoran waa mufrad jamacoodu xaqiiba ku qorna jamacooda soo qaad waktubu jamaa ku qor fil faraaqi meesha maran ee dibaca leh لله إله وحا أسقناضي في خلقه مخلوقه وأبورتي ويسوح أنت هلك هو بني فسبحانه إله بقى مهار له كل يوم المالين والبا إله هو في شأن أهل مبوكو ترى الدنيا دم مر والبا إله وحبه معمولا يا عالمك الدنيا ما هي عالمك نورم آخرية دم مامل با إلهي كترى كو حد با وحضر نيسا لله إله شأنك علامة الله صلى الله عليه وسلم جمع سوى الشؤون لله إله وحا أسقناضي في خلقه مخلوق سؤون أهل مبضن ويعني إلهي أهلها أنت أوكل دبرية قاربا إلهي سبحانه وتعالى أرزاق سينية قاربا دالت إلهي عفمات سينية قاربا إلهي دي إلهي دمو دي إلهي حريص سينية دي وناك حقي سواء كوضني أنت إلهي وناك أهل مبضن بأ الله وضاه أوكل دون قاربا إلهي كرو قاضية قاربا إلهي وصولية قاربا إلهي أبورية قاربا نفط لقي قبنية بغلال دي استحصو أهل مبضن استحصو إلهي مامولي لا داعي وح إذا وكلف يا مجرى ويريا لاستعمال إلا استعمال كل هذه تنورن هل كانوا بني فهذا صم تنواصم واصم صاع سريع المفعول وحي الذي سوى دقدق مفعول بهذا وح صميني يوحي لذو صميني دقدق وح صاميا هذا بقى صم بالله دقي ما رتب خد خوسيسة واحد مرة قالت لا داعي وح إنه وكلف يا مويريا مجرى إنه وخصب يا لاستعمال هذا كل هذه الصموم بعض الناس suntan oo dhan aan isticmaalo wax inuu khasbiyaa ma jiro maxaa yeelay fahada sumu suntani sariicul mafcuul saameynteeda iyo waxyeeladeedu waa dhaqso dabaan waa sumu saaca khatar bay keenaysa in la isticmaalo wax inuu khasbiyaa ma jiraan 3 al islaam islaamku la yadoo ma dhigo qeydan dabar al marti gabadha kuma xiro dabar fi maaliya hantideeda dabar kaga ma xiro oo maamulka kama xayiro waxa walaalahay ay leedahay way ku shaqeysan kartaa وإنما هذه بدل سبركة ثاني من عمل المجتمعات وطلق المذا وحوي هو شقين كأيلي مادين أمضه يا ما حاجة إسلام كوحكي إن قبرة يعني دبر دقيقة ليه هنتي دي مال كده
marka aagada halka waxa ku qoran qayb khadba ku hoos qoran jamciisa meeshan balaan la gelinaya maxaa la weynna ma hadii qiyuudu tabarada dumarka lagu jaray waa min amal mujtamaat wa shaqakat min haqa bulshada iyo umadaha iyo daqamada iyo qaaradaha kala duwan umadaha ayuu ba sameystay wax sharci uu ku xiray ma aha waa jir umado badan oo maartay maamulka iyo masuuliyadda ka xayoobinaya ee dumarka inay ku tasarufaan xoolahooda iyo hantidooda ma sharciyay ka tiibdaa la leeyahay maya waa dhaqanka umadaha yaani qaarkood arbaa yaskunu maci waxa ila degan aniga waladun inan baa ila degan waahidun kaliya ama baqiyatu baa la ilaahdaba fasayaskununa waxay degi doonaan fil madinati magaalada ay degi doonaan magaalada inta kale degi doonaan walad baa la hoosaya marka ay xariiqa jamicis waa awlaad maxadnaas ama baqiyatu awlaad arurta inta kale fasayaskununa waxay degi doonaan fil madinati guriga aniga mid uun baa ila degan kuwa kale magaalada ay degi doonaan خمسة هذه السيارة بابور كني هذه السيارة بابور كني من أجمل أيكود الآن إمك هل كيل الجلي يمرك أحرقي سيارة الله هوسك كم عدد ماشى بنانجلي هذه سيارة بابور كني من أجمل السيارات وعزمتها بابور توقف روح بنان الآن وقت يعني مثل تجوع اختر وحضرتا شقة وحضرتا رج شقة ورج جريئة أو دور قل أنت مرافق ذي ذا aya shaqo la yahay hadaba shaqo dooro bu kuuri meel fog ah oo fadhigi iyo hurdadii iyo cuntadii iyo hadii la aydmo madbaxeedii iyo xanaamadeedii leh yaani ya shaqo dooro min hadhihi ashuqaq badan ka raasay kamida rugahan kamida shuqaq jamu shaqatin shuqana wala ilaahay kullu jaribin dinaa kasta oo min baalay markaa hada qasri fooqan آية وعلامات آية وحرق وحرق شيء غلياب كله في الجمال حق قرحه مركا حلقة حريق على دقي جانب على دقي شام عيسى هلك بنانجري كل واحد كل جانب بنانك استوت كتاعته ومن هذه ومن جوانب ده مركا هذا من جوانب هذا القصر أو كم ده فوق دي نعيل يسكل دون آية وآية غلياب له وحرق غلياب في الجمال حق قرحه ثمانية إذاعة نداء الإسلام إذا عضل عطك إسلام كله هذا يا كتالا في مكة المكرمة مكة إلهي شرفت سيئي من أفضل البيكمتهاي الإسلامية كو أبوانا لسن يعني حق إسلام مركا إيك إذا عبا الله وصلكي حريقي كم عيدة واحد قليسا هل كبرنان ومهات إلى هذا إذاعة نداء الإسلام إذا عدل إلى عدك إسلامك عدك شعبك عدك يعني مارة الجمهورية والبكدائي إذاعة نداء الإسلام إذا عد عدك إسلامك في مكة المكرمة من أفضل الإذاعات وأنا سمركا وعكمت إذاعتها وقفي عن الإسلامية مارت دلوك إسلام كويالا واتاي لا تأكلها عن أي نوع مدنها عن نوعنا من اللحوم وأنت مريض كم ده هلبها أديق أو حنون صنعي قلت حنون صنعي هلبها سيلالي هلبها عن يعني لا تأكلها عن أي نوع نوعنا مدنها أو كم ده من أنواع مركا أكدا إلا نوع على قلي حريق زمها شمعي ساكاريك من أواع اللحوم أو كمده البهة نعيسة كلا دوان وأنت مريض هداد مكتمر كأضو ما قد مكتمر يعني هيلب كهابعون يقولي مرمر هيلب كدوية هين أوي شرته لكن مرمر أو لباتكين كلا أوي شرته لا يوجد أمر لهيل ما يأرهن يطلع فيه خير وخير كتشره أو من الدنيا والآخرة كاملة إلا هو أرشد أو تلمامي أو كهن يددك الرسول صلى الله عليه وسلم إليه أرنك آخر كوكوشرو مركا هالكالا لغا حريق أمر مالا لغا شامعي سميش بنانجري وعطا لا يوجد له لماي أمر طلائي أرن فيه خير خير كوكوشرو ومن أمور الدنيا كم إذا أرنها الدنيا ده خسائية يوال آخرة كو آخرة إلا وأرشد ووط المامي وكوهن ويددك الرسول الرسول صلى الله عليه وسلم إليه أرنك آخر كوكوشرو أما الدنيا ده خير كوان فعيا أما آخرة كوان فعيا تدريب تاني لا لسك اللبات هاتي واحد كان كأنت من الناس هذا الكائن صامرني ما يأتي واحد صوص عضة ثلاث كلمات صدح أري أو قصوا لأفراد من الأسرة قفطت كم ذا يعني مارت قيسك أو واحد كم ذا مثلا قيسك واحد كم ذا ابن با كم ذا بنت با كم ذا أم با كم ذا يعني أب رياض عن كاسة مقعدة أخت أخ صدح قصوا قاد ثلاث كلمات لأماكن عامة صدح أري أو ميرها دتك ودليهين كمذا مسجد ما كمذا مدرسة ما كمذا
waxa kamid oo kale mustashfa ba kamid oo somaha iyo macahad iyo waxyaba aan kaas dariiqun oo kale iyo hadana wax soo qaada salaasa kalimaat li qaraat mukhtalifa sadax aray ama sadax magac oo qaaradaha kala duwan ee adduunyada oo aasiya iyo afriqiya oo robo oo kale wax soo qaada arbaa salaasa kalimaat li ajizati manzilia oo ka hadlaya maartay ee qalabka yaa la guriga waxa kamida mesela wax oran kartaa arika soo fadhiga maaha sariirun baa kamida oo maartay waxa kamida khazaanatun baa kamida waxyaabaha guriga lagu adeegsado waxa soo qaada salaasa sifaatin saddex tilmaamood oo li zawjati alxabiibati ay leedahay gabadha la jecel yahay soo qaado halka doon shay ayni laba shayna la soo qaad oo yulbasaani la xidho dharka kamida xaalatayn laba xaalado soo qaad nafsiyatayn xagga nafta la xidhiidha oo laysata aan ahayn saciidatayn laba eray oo wanaagsan oo farxad iyo nolol leh ee dhibaato iyo wax leh oo ku jira ka doon waad helaysaa labadooda intaba ku jiraan tadriib taalit laylisa saddexaad alif haatika ken min annaasi hadalkaynu soo marnay alkalimaati erayada almudaadati kasoo horjeeda fil macnaa xagga macnaha lilkalimaati aatiya erayadan imika soo socda kuwa kasoo horjeeda xaggaa ka soo qaad waxaa tacabun baa ka mid a tacabun waa rafaad raaxatun way kasoo horjeedan kartaa waad ogtahay qabiixun maxaa kasoo horjeedi kara xasanun wanaagsan yacni binaaun dhisme maxaa kasoo horjeedi kara oo kale hadmun yacni dumitaan oo kale wuu kasoo horjeedi karaa inagoon ima kuwii si toosa usoo qaadanay laakiin waa soo qaadan kartaa muhimun yacni shay qiimo leh taafiyun baa kasoo horjeeda shay aan qiimo lahayn oo iska fudud xasiinun yacni qof murugeysan masruur baa ama farixun qof faraxsan ayaa kasoo horjeedi karaa qof murugeysan kafarixun oo kale farixun baamasru talaaqun waakalixaada waa furin sawaaj baa kasoo oo guurkii ah ayaa kasoo horjeedi karaa khawfun waa cabsi soo maaha amn ayaa kasoo horjeedi kara nabadgelya utruk ayaa maaragtay iyadana iskaga tag yacni khud baa kasoo horjeedi kara qaado oo kale iyo wax lamidka caduwun sadiiq oo saaxiib baa kasoo horjeedi kara qadiimatun shay hore oo yacni muddo jiray ama gaboobay yani xadiiatun baa kasoo jeedi karta xadiida shay cusub baa ikhtar dooro min alxuruufi xuruufta ataaliyati soo socota maa yunaasibu mid ku haboon wixii ku haboon kulla ficli ficil kastaba oo ficil kasta iyo xarafka saasi isugu haboon yihiin isla doono oo xuruuftu waa meeleeye waxay markaa raacaan ficiladuba kala raacaan dabeedna u kala xulb adigu yumkin waxaa kuu suurabaya an tastakdim inaad adeegsato alxarfa xaraf keliya aksara min maratin in marka badan taa macnaheed maxaa looga jeedaa waxaa ku jira xuruuf hal xaraf oo laba ficil raaci kara ayaa ku jira oo laba ficil labadooda raaca marka adugu isla doono calaa iyo fi iyo maca iyo laam iyo ba iyo an iyo ilaa iyo man markaa min dhahalka maca oo kale iyadu waa ismi oo xuruufta waa lagu daray uune maca iyadu xaraf maaha dabeedna wuxuu yidhi yatawaqacu wuxuu filayaa istawla yacni wuxuu maamulay iyo yajuusu wax banan tacaawunu waxay iska kaashadeen garasa wuu beeray xaafid ilaali yusaabu waxa yacni loo geystay yacni loo geysta waa dhibaatiya haddii loo geysto yastadiicu wuxuu kari karayaa yantaqilu wuxuu ka guuray yacuud wuu soo noqday erayada afcaasha ahee tobanka ah ee xuruufta aan soo sheegnay halkaa ku qoran dusha say u kala leeyihiin ukala si tadriib raabic iqra akhri aljumala jumlooyinka oo haddaad xataa imika akhrida naska waad helaysaa ficil wal iyo xarf wal oo soco naskaad akhriysaa marka waad arkaysaa say isu raacayaan tadriib raabic layliska afraad iqra akhri aljumala jumlooyinka ataliyata soo socota sumensij utol oo yacni waa marka dhanka la tulayo calaa min waaliha sidaa ay u samaysan tahay habkeed min waaliha sida loo dhigay oo kale aadna u leekaysii oo qaabkaasoo kale u qor marka waxaa baleeg hadda tahore waxa weeye ina litarbiyati carbinta ilmaha lasoo carbiyey ee lagu soo carbiyey akhlaaqda wanaagsan waxay leedahay carbintaasi dawran kabiiran kaalin weyn bay kaga jirtaa fii binaa'i lummati dhismaha ummadda haddii ummadda dad wanaagsan ay u kacday da' wanaagsan oo wiil iyo gabadh iyo rag iyo dumar bale oo dad qiimale oo tarbiyaysan ay helaan ummaddaas waxay goysaa heer deg degay goysaa dad aqoon leh akhlaaq leh dhisman oo maaratay nin waliba kaalintiisii iyo shaqadiisii in ka badan qabanayo horumar baa ummaddaasi gaadhaysaa haddii si fiican ubadka loo tarbeeyo oo qoys walba waxaa ka muuqanaya oo dadkaa qiimaha leh ku jiro dad horumar baa ka muuqanaya dalkii o dhan bumarkaa dabeedna saamaynaya hadduu arrintaasi badato dabeed hadday tarbiyadu xumaatana dalkao dhan bay saamaynaysaa marka halkaa wuxuu qoray alif lilusrati almujtamac ayuu markaa qoray
أو هذا وساسو كله بوحه للمسجد تربية كاسو كله بوحه للمدرسة إعداد ديار قرين ويا يدنا يدنا تاسو كله بوحه إن الزوجة نينك حاسك قبة يمكن واحد صورة جلي كرا أن يأكل في المطعم إنه كعروح يعني محوها خلالك عن طعامك عليه لكن ما أقبله إنه يقول تاسو كله كعروح وما يسقو وكتليه خلالك إنك ما تليه سقو مركها ما أقوله أنا وحي خلالك كعروح هذا كعروح مو ديدي كلا الطالب الصف إما كلا يتبول فيه وحقوق هاتيا الملح يذوب ملح دواي ملانتا إن الحب حب الحقيقية سعالك رنتا أهي هو يسوي الذي واقع يحقق الرمية أسعادة الليبان العدل الأمن إن العدل هلأ نقرأ إن العدل الحقيقية إما كتبت قرأت سوق إن العدل الحقيقية قرصورك صحبة أهي هو الذي يحقق الأمناء واك الرمائيه نبت جديده تاسو كلا دوقري كريسا الجد العمل الانتاج التفهم العميق يا صونا نقاب راسه كلا وسبه كفيرسو يعني قاب كاوس ان بومن كسو شقيناي يغو نوعا سو كلا قواعد اللغه يمكن واحد يقول لغه قواعد كيدي عمل المستري مستر كعمل او قبطان يمكن تلمامينا الامثله واتصاليات ادرس برو ولاحظ نفيرسو وحو قولي انت صنع عينات سميسو المعروف إن دوح وناسن الدين تكف عن أتميسا شرف لك أديك شرف يقيم يملك قطها يمضنان أديك قيمة كلها هذا وناك شقيس أديك شرف تادي ويان إفي أخربا أنت هالعين كواحد أطرمة معروف أنت بدو بدك واحد أطرمة تصارعان أص لاسم إيه أحسن يوناك يسمو فل هذا بدك أصله في هذا وناك شرف بعد قاعد يعني قف أمضك قيمة كله مقع يماموس كله أياد نقولين صح اليد العليا خير من اليد السفلى بقف واحد بحيه هذه شرف قيمه او اكرام له او مد اي قيمه مس قف واحد لو ديبيو وي كلا فوقين يعني كرامتنا يدا كقالسن واحد ولبا اثنين ان تصحب الجهاله ان الله صاحبته او الا نولاته لا جوجته كو ان اقونت لهين عقل فيعنا ان لهين مصبه عيبه كو تيل كاديك ادي عيب كو تها تدك لا جوجته هدي دد جهال ايهين وانا قوني خلاق من نبلاهين وانا ركتي عقليات لهين هذا عيب كوكو تابع الأولي هل كانت كيكي ترتج مجتمعا لإيقيا مجتمعا كانت كيكي ترتج مجتمعا مكانت سلاة كوكي ترتج مكانت دحام مكانت خوص حتى هل تشوكتو هل كوكو سلاة كوكي ترتج هبالا تشوكسين كل كالقب قدبا وعلى كيسا سمالي وحيواك تلدم حقا مدى نين يعني متعلمة كي متعلم كها إيا كي جيلا كسوك لإيا كي جدار كسوك عاي واسبوض اللافل ومرمى يانون واسدحفر يانون مبكرة هبايسنا وأرماها قلنا بكمتها ماها إن لك برو وضمت أكل سريس لكن حوي تقف عن عقل أي علم مبك فوق بيرني هذا لم يستحي والله فرده ولدك أبادي سه هذه هنا قف هنا دحش لك معقول لكن هذا الله فرده لا تسحب لك سلعان في حالتي كم صالح بفساد الآخرة يفسد كالجمل توضع في الرمادي فتخمض لا تسحب الكسلان قفك وحسك بضن ايوه حبق بضن حالة صاحبي في حالاتي حالتنا بأي شيء مننا كم صالحين بفساد آخر يفسدوا إيه مثلا قفوا ونعيسان كو بابعي كو حنو الله صاحبي كالجمر وحي لم يتحسر لحوشة ضبكة فهم من مثلا لو لحوشة مدو الجمر نوار لحوشة ضبكة عد كالجمر توضع في الرماد وحي لم يتحسر لحول ضنبس للأحدي فتخمد مكي ببختلي فهمذا دي يا قونتا دي يا عقلي يا علمي يا أبالي هذا واحد كوكو حيران يتشهريهين علم يعقل من أن كوكو رينهين كل كواحد يقول لي أحبار الله صاحبي تذكى أقوان تلي قف كا أقوان بضن أو كا عقل بضن أو كا ددال بضن أو كا عبادة بضن بالغو حرماه كاسا كو تشيدة يا ديك لكن كو هوس كو تشيدة هلا حيران بلو قولي واكو عابو قولي إنا تذكى الله حيران ده محانا يكو فايدين مجرسو يعجبني واحد يابي أن تقرأ درس إنا بعصر كاقر ده أقرأ إن العشر كسال وأقرأ يعني ويجي يا بسيبولي يسرني واحد يفرحك لي أن تساعد سال تاجريس أخاك ورالك خمسة أحببتك وأنك تعلاضي لما تعد الفقراء وحسين تأثين سف فقراء أنك تعلاضي ورادوها نبوه وناقو فرسو ستة ملت واحد إليك أنا قوصل لحد حقك أنا قوصل لحدي وايو لما تولي المساكين وحسين سف مساكين تمر خير وناقة يعني قوصل لحدي وحقك قوصل بني تقدير وين وينية جهود العلماء تذلك علماء بحنايا وينية هي ريسانينا ثماني اتعامل الفقراء تذكر باها وحسية
hadda wuxuu halkan ku u fiirsan in aan sidoo ka dhigayo sunucka waa masterku waa ka sunucka samaynta aad samaynayso al macruufa samafar aad samayn aad samaynaysa sharafun laka aday sharaf ku tahay suhbatuka ina la dhaqanto oo la saaxibto al jahaal ku aqoonta aan lahayn masabatun laka aday ceeb ku tahay yujibni waxa iga yaabiyay qiraa'atuka akhriskaada aqriday adarsa casharka yusrun waxa farxad galiyay musaacadatuka taageeradaasay akhaaka walaalkiya walaalka ahbabtuka waan ku jiclaaday li'ataa'ika waxsiintaasiisay al fuqaraa dadka baahan dalaadeed miltu ilayka aadan ku soo leexday xaggaadan soo bayray li'ilaayka siinta aad siinayso al masaakiina dadka baahan min al khayr wanaagaad wax ka siinayso qadiru weyneeya oo qiimeeya juhud al culamaa dadaalka ay culimadu bixinayaan adcimu wax siiya al fuqaraa dadka baahan hadaba asharxu imkana waa faalayn sida u faalayn hadaba la soco waxaad hada laaxid u fiirso fil amsalatu tusaalayaasha al arbacati ee hore afwan al arbacati afarta al uula ee u horeeya hada eeg وبحاد إيجي سا أن أفرسو أن أن والفعل أنت يفعلك في القائمة اليمنى كتشرا ليس كحاجة مدكتا حاجة مدكتا كتشرا أولت وحلو أرفقي بمستر المستر بالغدقي في القائمة اليسرى ما كان يكتا ليس كحاجة بدحلة قيبت حاجة قيبتها سا مستر لغدقي أنت يفعلك إنت لأسكم ملي أي مستر رقيبي قودوا لوبد مستر أول بلغة وفعليا لغسو صاري كما تلاحظ استاذ اركيسو ان هذا المستر مثل كان سو اولي عمل و هو قبطي عمل فعل شقد فعل كوسو قبريه بو قبطي واكو فنسبه و هو نسبيه ما ينسبه الفعل و هو فعله نسبيه ولاحظ في رسف المثالين الخامس والسادس لبدا تصالح اي كسناد يك لحادنا ايك و ما هذلكا كو اركيسا انما هلكي انت ما با هلكا كو جيرتا انما والفعل والفعل ان انما والفعل اريغا ما يا فعلكي او ودا سوده اولى يا هذا أولى وحلو رقي لبادودي بمستر المستر بالغدي في القائمة اليسرى ليس كحاجة بيها ما كذا يقتو أنت يا مادي وحلو رقي مستر بالغدي وعمله وح قبته مستر كاسي عمل الفعل فعل كعمل كيس بقبته ومحال يدي يعني وعلى يدي أحببتك اللي أعطائك الفقراء يا هذا وحسين تاتيسة فقراء عيان خوش على هذا ملتو إليك هذا نقول صلى الله عليه حقاك لإلهيك وحسين تاتي وحسين المساكين دتك باهم من الخير خير كيها انتدى وحكا سيسي خيرك مربح وراء الله يستعمال أجيب يسبه والله هذا في رسو المثالين لبدا تصاره السابعة والثامنة كتطباديك سيديداد تجد حسين ليسا دوغانيسا أن المستر مستر عملين وقبت عمل فعله فعل كيسا عملك قبل يبو قبطي عمل كم حال وقت هذا فاعل كنا وجوده يا مفعول كنا ونصبنا يا سفعل هو شقينا يا بالقولي ما هي لأن هذا الفعل فعل كاسي لأن هذا المستر ده مستر كان النائب وهو وكيل كي هاي عن فعل فعل كيسو وكيل كي هاي فكأنه قال وليس غيري فكر ما هي هذه نقرنا تقديرا جهود العلماء وينية قدروا تقديرا ما كان يعني تقديرا وينية تذلك علماء يقسمين يا ما هذا قرنا طعاما الفقراء إطعاما إيه إطعاما للفقراء عن تصية تتكباهن وحكنا إلا لا أطعموا إطعاما للفقراء تبا أن مستر كاد خوة كيلو كل فعلك تبا أن محال يلي وعلى يلي لأن هذا المستر مستر كني نائب وحو وكيل كي هاي عن فعل فعلك سهل كي سيبو تاقي هاي فكانه قال وحو قرية سوى يلي قدروا جهود العلماء وإن العلماء يعني دذال كيدا وأطعموا وحو عن تصية الفقراء تتكباهن القاعدة وقندقي إمكا يهدو كيولا صوق خوبو لغوش هذا أساسي يعمل المسر مسر كوحو قبطا عمل فعله شقاد فعل كيسو قبطا كالسرد وحا سرد أمرك قبنا يو أن يصلوح إنو كهب ويهي تقديره إن لقد لقى مسر كا بأول فعل إن لوفرق كرو وهالك ومسر كاسي يالو أنا يفعل وضا صعودي إن لقني كرو أنا يفعل مضارع وفعل كمسر كني كسو تشيلا هذين المذهب ككوفي كمرو أو ما والفعل أما فعل مضارع يما وإن لإسراعين كرو وهالك على ديكي كرو أو يكون أما وإن مستر كني يهي نائبا عن فعل مثل فعل كيسا وكيل كا سيلا تقديرا جهود العلماء يتعاما الفقراء كأنت إيه هالك يدو كسر سوحا ويهي أن تصنع وحالي لصنعك المعروفة وانا إينا إيه ما رتسا ما فلسا ميسا شرف لك صلى الله عليه وسلم صنعك المعروفة إن هذا سما فرصة ميسا شرف لك هذا يكون في عنده محال أولا كرا أن تصنع المعروف شرف لك ساسا واسكم معنا لبضاس
مثل قال لي كرا أنا يفعل ولا لي كرا هكذا محاكو قرن محاكو قرن صحبة قرن الله صاحب الله قتال الجهالة تذكر أنا قوان طلعيني مصبة لك هذا عيبك قطعي وحمرك لورن كرا أن تسحب الجهالة مصبة لك إن الله صاحبته تذكر أنا قوان طلعين عيب أديك قطعلوي وربنا كاكو قرن هذا فرزو اسم معناه بحنيان يعجبني وحي جيابي أن تقرأ الدرس إن العصر كآخره عصر يعني صار آخر ذي وحالك نويري يسرني ويعجبني وحي جيابي لي قراءتك الدرس صار العصر كآخر ذي إيه هذا مركها وحاي سود لي ترى مستر كا معنيه يسا يعمل كيسا بقى يفعل أنا لص عطوم ضارعة عمل كوقبنا يو يمعنيه يسا أو فعل كيا مستر كل ويسليه كل كهرباء واسك حروف ده بيدوحوا الاعمال المضافي وحوا لهذا بيعمل وقبتها المستر ومستركو عمل فعل فعل كيس شقاط وقبتو قبتها بسرد وح سرد يمركو قبريو أن يصلح إني هبون تحي وعقل جلط تحي سهنا معنه كل قنيو تقديره إن لقديه ولوره يعني تقدير وحلا هذا يصير وحلا قياسه أصل بقى سو قدر والقضاء مشرو فقل قدر والقضاء وما هي قدر وقضاء marka laga hadlayo qadarka ilaahay qadaag ilaahay qadar waxa weey qorsha allah siidigay qorsha allah siidigay saa in caalamku noqon doono qadaana waa xukun ilaahay riday iyo go'aan ilaahay riday qadar waa qada xukun kan ilaahay qorsha uu ku socdaa jira waanu kali xanay hadaba taqdiir wax laga hadaa wax la qorsheeyo wax qol la ilaahaa wax la cabiro mitirka marka la saarayo marka waxa weey waa in loo qorsheyn kara qaabka loo rooy kara bu kuliya hadaw soo وهذا بطل هذا يصلحه أن يصلحه وحابون تقديره إن لقد نجي كره والله قابين كره بأنه الفعل أنا يفعل هل كمستر كتشرو وين لقيني كره معنى ينصحك أنه قنكره أو ما هو الفعل أما ما يفعل مدرع وين لقيني كره أو يكون أمو وين يفعل مستركو نائبا عن فعل مثل وكيلة وإعمال المضافي مستر كإضافة دولة صعوتين مدافله ودبس صعوده إن العمل سيئه وعمل كفعل كقبته وفعل كجدو ومفعول كنسبيه هدو فعل كيس مفعول قادر أي أكثر كبدا من إعمال الملوني ملوني مستر كتوين تله أكذا توين إضافة اسمه رعان أما توين بو يلان كرا أما إضافة يلان كرا أما ألبو يلان كرا سد حاسم إذا بدو ميمادو أسمك فوز بقى قال إيه إضافة اسمه يمادان قال إيه توين اسمه يمادان توين إضافة اسمه يمادان وما اسمه كما وضع كلام رأوا في هذا بكله يهاي ويعمال المضاف مثل كإضافة ولا صعوتين مدافله ولا صعوده إن العمل سيئ له الجليو وحنا جذو وحنا خربوا أي أكثر كبدا من أعمال المنوني مثل كتوين تلي إن على إضافة لهين عمل كيس وح كبدا أو أنت بدل أدو عمل فلاف عربي كإضافة ولا صعوده ومحاين مكلاهين صنعك سمع سوى مدافله ولا سوى كاف هو فعلك كان مها صحبتك وفيزو وهو يفعلك وكافك قراءتك وكاف فعلك وفعلك وحده مستر مضاف لفاعل ومتمم لمفعوله وفرزه مساعدتك كافك سأفعله لعطائك كافك أفعله فلأنت أضاف العمل فشيك لإيلائك سينتا سينسو كافك أفعله ومضاف لصعودة واسدة إنك إضافة لبقى هذا العمل فلا وإعمال المنوري كتنوين ترى إن العمل سيئو إسنقو الشقيئيو أي أكثر كبدا من إعمال المحلة بأل كأسه لصعودة مستر كأسله أي أو عمل ير كمثل كأسل تدريب واحد حول واحد أرقتا الآن حرفا أن يو الفعل فعلك فيما يلي كتير وحن صوص على إلى مستر صحيح عفوا إلى مستر صحيح مستر عدكني بلادو يلي قولي وحكنا يسر الواحد فرق فرح جلي يعني أن تنقذ الغريق وحنا أذوق فرح صراحي إلى بدبادسي قف في بيها كوها فني مثل ما تقول عاي ما كان واحد الأخر إنقاذك الفريق عجبني واحد يبقي لي يسر واحد يفرح لي إنقاذك الغريق بتبادلت بتبادلتي كي بيها قافتي اثنين ثاني واحد يحميي أنفقت القلمة أنفقت ده ثاني واحد كحماضي أنفقت القلمة إن أتقلن كي ويدي هذا نكرت ثاني واحد يحميي فقدك وايد ويدي القلمة قلمك أخبرتك وان كويني أن قلت الحق وحن كويني إن أتقص حقي أنا أدخل صوتك بمكان حقه والحق الشيكتي قل الحق ولو كان أمرنا وكره أكبرتك وان كويني يعني قفوا إن بعد لنا قطري ما رضى حق رضى حق قلوا واخذي وحنا قلت أكبرتك وان كويني قولك أراه هذا تري درادد أيام كويني الحق حق أصله واخذي أربعة أن تنصر المحتاج إن أدو قرقارتو قفك باهني مروءة شرفك وتلقى بنيو
نصرك المحتاج لك قرقارك تيسو قفك باهني مرؤة وصرف أضوها اللي الهوية خمسة أن يقنع الإنسان غنى إيكذا وحوية نوام حي أن يقنع الإنسان غنى إنه قفك عري راضو قفك عرتوين لهم باهن وحلا لعلو العروين ويدرتاي إن دعو روين مدرقان قبقود بأ إن الدنيا ذا أول سكفر تو سكفر ورتوح عن بكر لقى كرين ومسلمين في كمتاح إن عري راضوح إلى هكو سيأخذ قانو وقرنمو waa weeyaan inta aad ku deeqaysa haba yaraatee ku hanti badan haysaa aad ka qalisan aad yar ku filan haysato oo intana ku deeqdo waa qanaacatu insaan badan ka qanaacatu insaani gina qofka oo qanaacad iyo qanaac qaba oo wixiisu ku filan yihiin oo wixiisu uu dhale waa qarinimo ilaahay u bixiyo faraado fiirso si tama ahsana an taqdiya ma ahsana ma halka wanaagsan an taqdiya ku dhameysato al waqta waqtigaaga fi amali mufi إن عملك عمر وحتر له إن الوقت جاي جلس محا كونس وأعمال قرآن كلا حفظه سو أعمال فعل هذا السنة سو أعمال كودي كريس سو أعمال كل اعتكافه سو أيها كخير بدن إن وقت جاء وكله مش شاكية معنا طريق عام الله إيه وح كسيد رمبا أي تاسا يعنيه سبعة يسرني وح يفرح جلني أن تفهم الدرس إلى العشر فهمته يوم كفر حسنة يعني وح رأنا سرني فهمك الدرس سرني أن تبر والديك وحن آب وفر حسنة صاد وفر وصم وفر شلا والد أبيه هو يدا يعني سرني بره كمن غنسا والديك وصم وفر كوصم وفر شيء تسعة أن تتجنب إن أتكد يا راتو الشر حمانتا فضيلة ووناك تجنبك كمن غنسا بك إن أتكف قاتو تجنبك شر فضيلة ويا إن أتكف كف قاتو أيها بخير بقى عشر آلمني وهي حنوني أن آذيت الضعيفة وح هذه حنونية إن أضربت قفك تحت الدرن أكل عصب أيها حنونية من حسن الأدب وحكم أدبته وناقصا أن تحترم الكبير إن قفك وين حرم يصوت قيم يسوق تدريب تاني حول فعل فعل فعلك استوى بدل إلى مستر المستر كدك عامل العمل فريا في جملة مفيدة جملة فائدة لا كتر أضغو وضبط حركة المعمولة وح يكون عمل فريا بالشكل حركة صح هلا قرتو إن فهم سنتي إن كلام اللهم انصر جنودنا إلهو غرغار عيدان كيغا إسلامك مركا أدو كدق مركا مستر كدق شملان دا كتر وحو كعام فلين حركي هلا قرتين يتلين ساعد صديقك وحال عاوساتها غيرتا صاحبك تانا كدق ثلاثة افتح الباب الباب كفر مستر روفك أربعة أكرم الضيف قفك مرتدى كرامة وماموس إذا مستر روفك وحكم إذا سيل الأرحام حكتد حليلي إذا مستر كدق وهو في إعلام الوضع كذا شاور العلماء علماء لا تشو مستر كنيك تبنى عمل كنسي خذ بأسباب النجاة واحد قاعد طاط كده ده شاء سوى واحد نبت قليلة أو واحد طن إيسا يعني هاي صور دي عندي باتضوها هون إله بيه بتبادينه إيه تدهل إله هون بتبادينه سمر رمضان بشر رمضان صون قم الليلة هبين كيس تال سلاطة وقع قدم المعروف وانا قسيل لأهله تدكله وحا وانا سيسا وفالك سيه تدكله مستر روشك بكله اترك العبثة عيارة أغتك بما يخص غيرك عيارته واحد قال لي توحش سيادتك كله، هذا عيارته واحد خصيها كله جن، هذا شغل هذا ما عيارته، فضاد مو من هاي، عيار يو وقت لمس شغل هذا ماها، عيارته تدك كله هذا عيار أنا، تدك كله وقت يبوك ليه هذا شغل سس مجاق قبو، إيه فيها كلام فعلي، فهم المسموع، إيه ممكن فهمك أنك سو كوبي دونايه، مسموع وحيل لدقيسين لفهمه، بعد أنا سمعت مرك دقيستي، إلى نص هذا الك أجيبك الجواب عن الأسئلة التالية كون وامد دوبن. حق الدنبوي نوقي من دون إن شاء الله يسقوا قرآن لكن موسيقى دي تدريب واحد أجيب بوضع علامة ثواب بعد كده جواب تاع علامة الصحبة أكبر أو علامة خطأ ما تغلط كجلي الوصية الأولى للمربي وصية الكوباد واحد ترشان وصية حقا نوقي من دونا فكوباد وحرها الله تردار مددك تببره أروت نوقي من هنا تببرك معلم باشرة لكن مربين مشرين ولما واحد شغوين كائنان قاري يعني التببرك المهل وتببره وحيابه فربطن وعلم جارة والتربية والتعليم على هذا يقول إنه هو التعليم وحوله كذا لكن التربية وين لقى ما قد يجيب يدله هذه نقوم بالضوضاء هذه كذا ويرتاح إن المهل وتببره ما أمر الله تببره الله تببره شغله الله تببره الله تببر هذه لها إدم مارتين دول قال الله تببره الله بقول الله شنو الله تببر يقف السنة عندك الله تببره خير مرك وسيد الكوبات وحلاه مربين تها يوساس يهلو إيمان دون تها نين مربي نين ودي بعروتيزا تردار موسيه تردار كاسا إيمان دون الوسيط الثاني للآباء تردار كلابات
waxa ahayd aabayaasha oo maartidana loo dardaarmay oo talabaad ahayd ee maataas waxa ahayd qalad baahayde gabadh baa u dardaartay inantii oo talabaad oo toban arimo u dardaartay markii la guursanayay ayay u dardaartay sida iyo saay iyo saayel oo waxa dardaarankeeda kamid aha hadalkeeda hadii wax ka soo qaadno waxay tidhi dardaaranka farida wal qanaacbayt ninka marka aad la dhaqmayso karra raali ka ah wixii uu hadii jeer la yimaado qanaacana la kaalayo qof baahi badan ha noqonin wuxuu ku dhiibay oo ha kugu filaadaan waxa kamid ah wuxuu soo samcay wadaaca si wanaagsan u maqal oo ogol wuxuu ila amarkiisa qaado taafraad iyo tisnaad waxa tasdaxal taafraad fa tafaqudu limawaaqi' aynahu wa anfi waxaad aad uga warhaysaa saa u eegtaa halkii ishiisu ku dhacday halkii sankiisu ku dhaco sankiisana la socdo ishiisana la socdo fala taqaynuhum minka ala qabih yaanu kugu arkay wax foorxun ama aradka ama ha noqoto dharkaaga ama jirkaaga wax uu ku faraxaa ku arkay bay ku jirtaa daa doonaysan nin wanaagsan inuu ninku ku noqdo walaa yashumu minka ila adyab alriih yu u ka urinin ur udgoon urta caalamka udgoon ka urinayteed oo sankiisa ilaali yacni wax udgoon guriga markuu soo galo iyo markuu adiga kugu soo dhawaado inta ur udgoon ha uriyo waa mal khamis wa sadis waxay tahay fa tafaqdu liwaqti taami wa manami wa anad aadu ila lisaa waqtigu wax cunay waqtigu saxdo oo fa ina shidda tarjuu mul habat wa gubta qofka gaajada badan ragga waxa jeer markay soo galaan qaar laad ku dhufta haday saarato cunto oo waxay la hormasaar bay leey iyo hamuun iyo gorayo bas uu karan waana la socota bay leedahay waqtigu wax cuno iyo sidoo wax cuno mid baa ila farta salaam ku qabay bacdo shinta qaadad garan weyn oo hada qaar ba hadii loo soo badiyo ka carooda qaar hadii loo ka carooda baa boqolaan nooc rag marka la socay leeda qaabka ninka wax loo siiyo wa tanqiisu nawmi maqdabatu hadda ninka hurdada ka xumaysana gobol ku cunbaa hadda sheeka iyo buuq iyo aad kitaab uu furto cabasho iyo wareer iyo markuu saaxan lahaa calay gelisa marka hanasta waqtiga hal hadin oo maarka ka xumayn hurdada hal ka xumayn tasdiyada tasayra tadwaay si waxa fal ihraaz limali maalki sayrali maalki wuxuu ku dhiyay baykhani oo ilaali wuxuu durbo u dhamaa hadduu ilaahdo waqti aanu filay iyada qudheedu waa taaqo weyn khatar bay leedahay wal irwaa ala xashimi wa ciyaali ubadkiisa iyo xagtiisa ilaali oo yaan ka kaas u caban ubadka il wanaagsan ku arko cunto wanaagsan ku arko qaar baa beerka taabanaya kanima dhargi walaga la xishaalabaday kan waxba cunay wasaa duu eego oo wixii oo maartay lagu dhex gooyay hadduu arkay biilkii qaar baa sardheeya yaanu sardheey ninku ubadka ka muuqdo wuxuu galiyay wa ma taasicatu wal aasiratu fala ta'si lahu amran amar u bixi hadiil ninku gabigiis ilaa meesha saarka madaxa walaa tufsi lahu sirran sir u leeyahay cid haw sheegay waa arimaa u khatarsan fa innaka in khalafti amra hadaad amarkiisa diido aw gharta sadrahu waxaad holuc ku siday laabtiisa xataa haduu aamuso oo ninka ugu fiican yahay aamusa waxa way olol baad dabbaad ku olisay laabtiisa aradaasi waxay fogeynaysaa galgacayl kama yareynaysa marka socod dhacdo galgacayl ka yaraada way nafsheeyta sirra hadaad sir u leeyahay fidisana lam taamini qadrahu inuu isna kugu ballan furaha ka aamin noqon inuu kugu ballan furaya isaguna soo iga sirtiisii baa hafaafiyey ee suuqa looga sheegay wa iyaaka uma iyaa waxaan kaaga digayaa waxaan kaaga digayaa bay tidhi wal farxa bayna yadayn inaad ku hor farxad qososo ood hortiisa ku masaarado goorma idaa kaana muhtamal hadduu isagu murugeysay farxad ha muujinay la murugo uun xataa haddaan ka naxsan waxaanu ka naxayo hadduu murugeysay aad u farxad ha muujinay la abada walka aaba murug ha muujin ladayha adigoo ag jooga idaa kaana farixan hadduu isagu faraxsan yahay ka xumayn farxadda iskala faraxuun xataa haddaan waxaan jeclayn uu ka farxayo way aqbashay gabadhii waxay dabeedna siiba yeeshay waxa ay u dhashay ninkaa waxa la oran guursay waxa la oran jiray camar ibnu juxrin alkindi ayuu nimankii madaxda ahaa buu ahaa ninkaa usoo geed fadhiistay inanta wuxuu usoo fageed fadhiyay ilaa cawf ibn muxallam nin la oran jiray ashaybaani wareerihii waaweynaa carab ayuu usoo fadhiistay haye faanjabad lahu alxaarid ibnu camri jaddu imr alqays almalik alcaashir ninkii la oran jiray imr alqays ee gabayaga khatarta ahaa ayaa awoogii ay dhashay gabadhii dardaaranka la siiyey marka halkaas aynu ku joojinaynaa wallahu aclam bisawaabi illahi tawfiq.